لما تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني براتب ضخم يصل إلى 30 مليون يورو سنوياً، كانت التوقعات عالية، ولكن هل فعلاً مانشيني يستحق هذا الرقم؟ وبعد فشله في قيادة المنتخب الإيطالي بالتأهل إلى كأس العالم 2022، هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه مع المنتخب السعودي؟ خلونا نكتشف مع بعض الأسباب التي تجعل مانشيني غير مناسب لتدريب المنتخب السعودي. خلونا نأخذ خلفية بسيطة عن مانشيني ومسيرته التدريبية. في أغسطس عام 2023 أعلن الاتحاد السعودي عن التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لتولي قيادة المنتخب السعودي بعد ما رحل عن تدريب المنتخب الإيطالي. مانشيني مدرب مخضرم، درب لاتسيو، فيورنتينا، الانتر واخذ معاهم الدوري، مانشستر سيتي واخذ معاهم الدوري، وحقق اليورو 2020 مع المنتخب الايطالي. ولكن اكيد خلف هاي النجاحات يوجد كذلك اخفاقات. على سبيل المثال، بعد تحقيقه لليورو 2020 مع المنتخب الايطالي، فاجأ مانشيني العالم بفشله في قيادة المنتخب الايطالي للتأهل الى مونديال 2022 في قطر، لما خسرت ايطاليا مع مقدونيا الشمالية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ليغيب الأتزوري وقتها عن التأهل لكأس العالم مرتين متتاليتين 2018 و2022. تخيل، يعني إذا كان مانشيني فشل بقيادة منتخب ثقيل مثل منتخب إيطاليا، فهل يستطيع إدارة المنتخب السعودي وتكرار نجاح؟ طيب ماذا عن الراتب الكبير والمردود المتواضع؟ يتقاضى مانشيني حوالي 30 مليون يورو سنويا، وهذا بأكيد راتب ضخم لأي مدرب بالعالم. السؤال هنا، هل يستحق مانشيني هذا الرقم؟ النتائج الأولية مع المنتخب السعودي أبدا ما كانت مرضية، الأداء غير مستقر، وهناك مخاوف جدية في عدم التأهل إلى كأس العالم 2026 اللي أكيد هو الهدف الرئيسي من التعاقد مع مانشيني. يعني تخيل حالياً ترتيب المنتخب السعودي عالمياً بالفيفا رانكينج هو 56، والمنتخبات العربية مثل المغرب، مصر، تونس، الجزائر، قطر والعراق كلها فوق المنتخب السعودي بالترتيب. أما بالنسبة للمجموعات المؤهلة إلى كأس العالم، ولغاية تصوير هذا الفيديو اللي تصور قبل مباراة المنتخب السعودي مع البحرين، يعني أياً كانت النتيجة هذا الفيديو تصور، المنتخب السعودي بالمركز الثالث بأربع نقاط، وحالياً لا عذر لمانشيني غير الانتصار على المنتخب البحريني بعد قليل، ما نعرف شو راح تكون النتيجة. طيب بشو كان عم يتحجج مانشيني؟ مانشيني قدم مبررات لضعف المنتخب السعودي، قال إنه السبب يعود إلى قلة عدد اللاعبين المحليين بسبب تزايد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي. طبعاً أنا برأيي هذا الشيء غير صحيح، لأنه الدوري السعودي مليء بالمواهب المحلية، وعندك كذلك لاعبين محترفين مثل سعود عبد الحميد اللي يلعب بأفضل الدوريات الأوروبية اللي هو الدوري الإيطالي، يلعب بنادي روما، بالإضافة إلى أنه المدرب الناجح هو اللي يعرف كيف يستفيد من اللاعبين المتاحين عنده، وهو اللي يعرف كيف يخلق فريق قوي. طيب ما هو أسلوب لعب مانشيني؟ مانشيني يميل إلى اللعب الدفاعي، وهو أسلوب قد لا يتناسب مع الإمكانيات الفنية للمنتخب السعودي. مقارنة مع مدربين سابقين مثل هيرفي رينات، نشوف أنه مانشيني لا يستغل نقاط القوة في المنتخب السعودي مثل ما استغلها هيرفي. طيب شو راح يصير إذا فشل المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم؟ كنا نعرف أن التصفيات الآسيوية ليست سهلة إطلاقا، وبي منتخبات قوية مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، ومانشيني لم يظهر حتى الآن القدرة على قيادة المنتخب لتخطي هذه العقبات. في حال فشل مانشيني بالتأهل لكأس العالم، راح تكون الخسائر كبيرة سواء من حيث السمعة للمنتخب السعودي أو حتى المردود الاقتصادي للدوري السعودي. حالياً المنتخب السعودي تخطى مرحلة أنه لازم يتأهل لكأس العالم. المنتخب السعودي بالوقت الحالي هو في مرحلة لازم يقدم أداء طيب في كأس العالم، يعني التأهل إلى كأس العالم هذا المفروض مفروغ منه، والمنتخب السعودي يعتبر من الأقوى
في آسيا مثل الكوريا الجنوبية، اليابان، إيران، لا وحتى أقوى من المنتخب الأسترالي. طيب شو لازم يعمل الاتحاد السعودي؟ إعادة تقييم الوضع. يجب على الاتحاد السعودي النظر في أداء مانشيني بشكل شامل فيما إذا كان يستحق الاستمرار كمدرب أو لا. 2، إمكانية البحث عن بديل. طيب هل في بديل ممكن أنه يقدم أداء أفضل مع المنتخب السعودي من مانشيني؟ هل في بديل ممكن أنه يحقق طموحات المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم واللعب بشكل جميل وأداء مشرف في كأس العالم؟ هذا السؤال راح أتركه لكم، ويا ريت تكتب لي رأيك في التعليقات عن البديل المناسب أو البديل الأنسب لتدريب المنتخب السعودي في حال رحيل مانشيني. خلال فترة تدريب المدرب هيرفي رينارد للمنتخب السعودي، حقق المنتخب السعودي نجاحات ملحوظة، أبرزها كان التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، والفوز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الافتتاحية. تشكيلة رينارد كانت تعتمد بين يعني لعيبة الشباب والخبرة، مزيج. وأبرز اللاعبين اللي شاركوا مع رينارد هم مثلا الحارس محمد العويس اللي هو ما زال مع المنتخب السعودي، ولكن لم يظهر بنفس القوة اللي ظهر عليها في عهد رينارد. سعود عبد الحميد، عندك سعود من أفضل الأظهرة المملكة العربية السعودية، ولكن حتى الآن لم يشارك بشكل كبير جدا مع مانشيني. بالنسبة للظهير الأيسر الشهراني للأسف تعرض إلى إصابة طويلة أبعدته عن المنتخب، ونفس الكلام بالنسبة لقائد المنتخب السابق سلمان الفرج. أما عن نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، ما زال أكيد يقدم أداء جيد مع المنتخب السعودي، ولكن أشوف أنه سالم لا يستخدم بنفس الطريقة المؤثرة اللي اعتمدها رينارد مع المنتخب السعودي. عندك مثلا حتى فراس البريكان كان جزء من خطط رينارد المستقبلية كلاعب شاب واعد، ولكن حتى الآن لم يحصل حتى. طيب وين هذول اللعيبة وشو اللي تغير؟ معظم اللاعبين اللي لعبوا مع رينارد حاليا ما زالوا موجودين، ولكن مانشيني يفضل العمل مع لاعبين جدد، وما قدم تفسيرات على إبعاد بعض النجوم. ومانشيني يبدو بشكل كبير يعتمد على الأعذار، مثل وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري اللي عم يأثر على اللاعب المحلي، ولكن مثل ما قلنا سابقا هالشي عار من الصحة، لأنه في لعيبة جيدين جدا بالدوري السعودي وفي مواهب وفي لاعبين يمتلكون الخبرة، كل شيء موجود، بس اللي مو موجود إنه ما عم يعرف يستخدمهم وما عم يعرف يستدعي صح. مانشيني يفضل أسلوب دفاعي ومتحفظ، يختلف تماما عن أسلوب رينارد. رينارد أسلوبه كان هجومي وأكثر مرونة، ممكن هذا السبب هو اللي خلى مانشيني يبتعد عن الأسماء الماضية اللي كانت متألقة مع رينارد، لأنه إمكانياتهم ما تتناسب مع خططه الحالية، وممكن كذلك بعض اللاعبين ما تأقلموا مع متطلبات مانشيني التكتيكية الجديدة، تغير عليهم الوضع سواء من حيث التحركات الدفاعية، تنظيم الدفاعي أو اللعب الجماعي. طيب ما الذي يجب أن يتغير؟ على مانشيني أن يعود ويستغل اللاعبين الخبرة مثل سلمان الفرج، دوسري، لعبه بمكانه الصح، يستخدمه باستخدام الصحيح، وأكيد كذلك المزج مع اللاعبين الشباب مثل يعني فراس البريكان وسعود عبد الحميد، وعطائهم ومنحهم الثقة الكافية مع المنتخب. بنهاية هذا الفيديو، روبرتو مانشيني مدرب ذو خبرة كبيرة، ولكن فشله السابق مع المنتخب الإيطالي وراتبه الضخم مقابل الأداء المتواضع حتى الآن يجعلنا نتساءل، هل هو الرجل المناسب لقيادة المنتخب السعودي؟ تصفيات كأس العالم تقترب، وأكيد ما في أي مجال للفشل، فبرأيي يجب على الاتحاد السعودي التفكير بشكل جدي في مستقبل هذا المنتخب قبل أن يفوت الأوان. أتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي سواء مع مانشيني ولا غير مانشيني. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى إعجاب بالفيديو، نشر الفيديو، نشر المحتوى. في حال حبيت المحتوى عن الدوري السعودي أو المنتخب السعودي وحبيتنا نفتح مواضيع جديدة حول الدوري السعودي والمنتخب السعودي، اكتب لي كذلك هذا الشيء بالتعليقات. في حال ما كنت مشترك بالقناة، يا ريت تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. أستنى رأيكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو. تحياتي لكم وين ما تكونوا، وسلام.